بكري كانوا كيفصلوا الناس ماشي شي 10 سنين هذه كانوا الناس كيفصلوا في ديورهم. دابا لا، وخصوصا عاونوهم الجزاله ملي ولاو كيحلوا نهار في العيد في العشيه ونهار ثاني عيد. حتى المراه كنديروا داكشي اللي بغات، كل مرة واش كاين اللي كتبغي القديد، كاين اللي تبغي البروزيه، كاين اللي كتبغي كلشي دير ليها قطبان، مروزيه، كفته، على حساب اللي بغاتو كديروا ليها. تقريبا كنفصلوا ما بين 100 و 120 حولي، وما كنتش كنحل نهار العيد في العشيه، ولكن الا طالب كليان كاين اللي كيبغي يمشي عند الفاميله ديالو هادي كنوجد كنفصلين في العشيه، نهار العيد في العشيه والغد. اصلا كليان راه بحال عائله، راه كنتعامل معاهم العام كامل، ماشي غير هذاك النهار ديال الفصال. دوزنا معاهم نص ديال عمرنا.